هنا في بريطانيا العظمى إذا أودعت 100 جنيه في البنك ستحصل على فائدة 1%، يعني ستحصل بعد سنة على جنيه واحد. لكن من يقول لك أعطيك مقابل كل جنيه جنيها كل شهر، فافهم أن هذا الشخص نصاب. هذا الشخص اسمه مصطفى البنك من أسوان، يلقب بمستريح أسوان، عمره 35 عاما، يعمل سائق تيك توك، وسبق الحكم عليه في عدة قضايا جنائية وحبس على إثرها. خرج من السجن مؤخرا ليبدأ بالنصب والاحتيال. هو يعرف النفس البشرية أكثر من الأطباء، أكثر من الفلاسفة، يعرف حبها للمكسب السهل. فذا عصيته بمبادراته الخيرية للاستثمار بأموال المستضعفين القرويين في الصعيد، وهكذا يقنعهم. المناديب شغالة، كل الصرف طلع، ما نطلع في الصرف غير العندينة قاعد موجود، تمام يا أخواننا؟ المناديب كلها طلعت، الكشفات كلها شغالة، كل بلادها بتطلع بفلوسها، كل اللي علينا بطلع مع المندوب كل يوم. أي مندوب طلع له فلوسه، ودي باقي المناديب اللي لسه ما طلعتش. المناديب اللي طلب بنطلع لهم كل طلب، كل كشف طلب. عربياتنا طلعت دلوقتي لافة على البلاد، عربياتنا كلها طالعة لافة على البلاد. هذه باقي الناس لسه ما استلمش، حنطلع لها فلوسها دلوقتي برضو. طيب الفلاح الفقير الذي لا فلوس لديه يقول لك أيضا أساعده، أخذ منه البهايم، ذهب مراته، الجاموسة، أي حاجة، ثم أدفع له وبعد 21 يوما المرابح. طبيعة المبادرة، مبادرة المواشي بتاعت حضرتك اللي أطلقتها في أسوان، تجارة وساد الغلبان يعني زي ما تشاف تجارة مواشي وكده، بشتري وببيع وفي بهايم خاصة تحته كده يعني. طب وانت المدة كام بالضبط اللي بتكون بينك وبين البائع؟ ما بتكملش 21 يوم أصلا، ما بتكملش النهاية. لما أخذ أنا الحكاية البهايم دي، أنا شغال بغير النهاردة 3 شهور، يعني أنا النهاردة يوم ما بسلم تاع الناس في اليوم بسلم تاع 5 مليون جنيه. بتسدد 5 مليون؟ 5 مليون يوميا. 5 مليون يوميا. بعد تقول لي من فين؟ تجارة من الله، عضب الرب بيقول لي من السماء، بيقول لي خد. أقول له لا، الله أعلم. طيب الفقير المسكين الذي عادت له المرابح كاملة بعد 21 يوما يقول له خلي الفلوس عندك والمربح ضيفهم على رأس المال، سيتضاعف ربحي في الشهر القادم. المهم أنه جمع من هذه الشاكلة 500 مليون جنيه، يعني 30 مليون دولار، 30 مليون دولار أمريكي. ثم اختفى فجأة، ومر شهران ولم يدفع للناس، اختفى، لم يعد له أثر. ها هم القرويون متجمعون أمام بيته. هذا أخواننا مصطفى البنك مش عاوز يقبض الناس فلوسه. هذا مصطفى البنك مش عاوز يقبض الناس فلوسه. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من إلقاء القبض على مستريح إدفو بأسوان. وبحسب البيان يقول مدير الأمن، تلقينا بلاغا بحصول شخص قام بجمع مبالغ طائلة من مواطنين بدعوة توظيفها والإتجار بالمواشي لتحقيق عائد وربح جراء ذلك، إلا أنه خالف وعوده. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال كمين أمني من إلقاء القبض على مستريح أسوان وجاري التحقيق مع المتهم. الناس علقت على الخبر. أحمد صادق يقول بقى في مستريح في كل منطقة، وتحس فعلا الناس بتبحث عن شخص ينصب عليهم، لأن الطمع وكسب المال بدون تعب أو سيطر على الناس. سناء مراد تقول، سناء مراد ما فيش فايدة، كله بيبعد عن البنوك بحجة أن الفوائد حرام، ويروح حد من إخواننا البعدة يضحك على الناس الغلابة ويلم فلوسهم ويهرب. محمود مهيوب يقول مصر كلها مليانة مستريحين، نفسي أعرف الرقابة والأموال العامة فين. أسوان مش أول بلد يحصل فيها كده، المفروض الناس تتعظ ويتعلموا ويعرفوا أنه ما فيش راجل بيوكل راجل، واللي يجي براحة بيروح براحة، طول ما الطماع موجود النصاب بخير.
أسامة القاضي يقول للأسف ما حدش بيتعظ، والجهل والتخلف بيعمل أكتر من كده، الطمع والربا والقانون لا يحمي المغفلين. ناصف ماهر يقول أبو فوطة سرق الناس وخلع، ومحدش في البلد دي بيتعلم ولا بيتعظ، علشان كده بيستهلوا أكتر من كده، يعني يعيش الهبل على قفا المجانين، وصدق المثل رزق الهبل على المجانين. أليس بين الناس من يعي الأمر أنه نصب بنصب؟ أي تجارة أو صناعة تأتي بمثل هذه المرابح؟ قولوا لي. انتشرت صيته عندنا في البلد أن الراجل ده بيدي أرباح خيالية والكلام ده، فالناس كلها جريت عليه وديت له فلوس، وكان مقابل فلوس دي شيكات. الناس أثقت فيه أن أنا بيقول أنا لي علاقات في مكتب الوزراء وعلاقات في مكتب سيادة الرئيس وبتعويني على أساس استثمار، والدولة عارفة أن أنا بستثمر. العمارة يا باشا 8400 جنيه، بتجيب لي ايراد في الشهر 3000 جنيه، فانا بعتاب 400 ألف جنيه وديتهم للمستريح بيديني كل شهر 44 ألف جنيه. احسن المستريح ولا ايراد العماره؟ ناس بيع الحريم للنسوان بيع ذهبها واخد معامله مشاكل جامله، مفيش دخل، فلما يجي له دخل مثلا 1000 ولا 1000 جنيه يصرف عليه هو وعياله هيعمل ايه يعني؟ كان بدينا معاد يوم 10/2، ادينا شهرين على بعض، بعدين خلف المعاد ثاني مره، قال لنا يوم 5/4 على امبارح، وبعدين برضه خلف معاده. العقوبة التي تنتظر مستريح أسوان هي من 3 إلى 5 سنوات حبس طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات إذا ما ثبتت عليه تهمة النصب والاحتيال. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.